من قدام كنيسة أو كاتدرائية غرناطة في مدينة غرناطة، أكبر كاتدرائية اتعملت بعد سقوط الأندلس اللي عملتها الملكة إيزابيل. كانت عايزة تعمل أكبر كاتدرائية في أوروبا بالكامل وتبقى تخلدها باسمها وتدفن فيها. للأسف شديد هي بنتها على أنقاض، كان فيه هنا مسجد مكانها هدته وبنت الكاتدرائية بس على سكيل أكبر شوية. هي كانت كارهة الإسلام والمسلمين وكانت بتمحي وتطمس أي معالم إسلامية أو آثار إسلامية أو جوامع في غرناطة بالكامل. مش غرناطة بس كانت بتحاول تلغيها وتمسحها من اسبانيا بالكامل. اللي عايز اقوله انها كانت ملكة قوية جدا وكانت متعصبة جدا كاثوليكيا. العهد بتاعها او الزمن بتاعها او العصر بتاعها كان من اقوى عصور امبراطورية اسبانيا اللي ظهرت فيها على ساحة اوروبا بالكامل. كفاية ان في عهدها كريستوفر كولومبوس بعتوه يستكشف امريكا الجنوبية اللي كانوا فاكرين انها الهند وطلعت امريكا بعد كده.